إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. كل واحد في حياته لابد أن يرى شدة ورخاء، إنما مع العسر يسرا. أعمال بسيطة، تدرس هذا بسيط، تكون كاسر هذا بسيط، تدرس بسيط، تصعد منبر بسيط، تألف بسيط، تصلي جماعة بسيط. هذه البسائط التي نحن نرتكبها في بيوتنا وأموالنا وأرزاقنا ومعيشتنا ومدرستنا ودراستنا وتدريسنا، وانتهى الأمر لعله شوية ضيق علينا. إذن الأعمال التي نحن نقوم بها أمور بسائط وبسيطة ولا تنتهي إلى شيء. أعمال أحبوب لا شك، صلاة الجماعة، تأليف منبر، تدريس، تدرس، أعمال محبوبة لله تعالى. لكن لعل كلكم من أهل العراق ولعل كلكم تذكرون أن كل هذه الأشياء كانت في العراق، صلوات جماعات، كانت حوزات علمية، تدريس، تدرس، تأليف، منبر، كل شيء كان. ومع ذلك لم تنفع، وأنها ما نفعت بالنسبة إلى المصلي أو الصائم أو المدرس أو المعلم، نفعت نفعا جزئيا، مثل أنه كل المدينة غاصت في الظلام وأنت تشعل شمعة، هاي شمعة هم تنفع لا شك، لكن مو كنور، مو كتيار، مو كشمس. النبي الأعظم شبه بالشمس في حديثه، الإمام أمير المؤمنين شبه بالشمس، الإمام الحسين في قصيدة الله يقول: فأبي شمس وأمي قمر. الشمس شيء وهذا المصباح الصغير شيء آخر، نحن مشغولون بإشعال الشمعات مو بإظهار الشمس. إننا ذكرنا هذا الموضوع مكرراً في منابرنا مع أصدقائنا معكم في كتبنا، ونذكره أيضا في هذه الليلة وهذا البحث. إني أتصور أن نجاة المسلمين يتوقف على خمسة أمور، وهذه الأمور الخمسة كلكم بإمكانكم أن تعملوا في قسم منه أو في كله. الحمد لله أنتوا شباب، قدرة عندكم، مفتحين، مو أصم، مو أطرش، مو أبكم، مو أعمى، مو مقرم، وكلكم تفهمون وكلكم طلب، يعني تتمكنون أن تساهموا في هذا الشيء مساهمة جادة هدفية، يعني سلم الهدف. ثلاثة أمور أولا وأمران في فئة ثانية، هذه الأمور الخمسة. اهتموا على أن توفقوا لهذه الأمور. الأمر الأول تنظيم واسع، ومع الأسف ما عندنا،
وأنا أتصور أنه أقل قدر من التنظيم نحتاج إلى تنظيم 20 مليون منظم، لأن العالم الإسلامي 1000 مليون، كل 50 واحد منظم فيه، وهذا شيء صحيح. وش يعني العالم الغربي 1000 مليون وعندهم 50 مليون منظم، يعني كل 20 منهم واحد منظم فيه. ولهذا شوفوا هذه القدرة الهائلة له، القدرة اللي يضبعون يشتتون يمزقون يقتلون، وإنما نحن فقط في الكلام. فضل مثل فرد واحد اللي يصبر، فرد واحد وفرد واحد يسب، شنو قيمة السبار؟ الكلام أن أينا يقتل أينا، أينا ينهب أينا، أينا يهتك أعراض أينا، هذا الكلام. أما فقط بالكلام وما أشبه، كل إنسان يتمكن من التكلم. نحن بحاجة أقل تقدير إلى 20 مليون منظم، وهذا من يقوم به؟ أجنة يخرجوا من تحت الأرض، ملائكة ينزلون من السماء، البعثيون ينظمون المسلمين تنظيما إسلاميا، الشيوعيين يعملون ذلك، القوميون يعملون ذلك، الديمقراطيون الغربيون يعملون ذلك، لا. لكن هذا تحتاج إلى شد الأحزمة وقوة في التقدم وفي التكلم وفي العمل وفي الممارسة. هذا الشيء إذا أيكم مشغولون بهذا الشيء يجب أن تزيد، إذا مو مشغولين يجب أن تشتغل، وإلا أنه يأتي أناس آخرون ينقذون البلاد الإسلامية. هذا شيء ماكو، ما حك جلدك غير ظفرك. هذا يحتاج إلى الاستمرار في العمل. الشيء الثاني التوعية، التوعية يعني يعي المسلمون الاقتصاد، السياسة، الاجتماع ضد الاستعمار، يعون هذا الشيء. وهذا في تقديري بحاجة إلى ما لا يقل من 1000 مليون كتاب. من يكتب هذه الكتب؟ وعندنا في التاريخ أحد العلماء يسمى بالعلامة الحلي، هذا ألف 1000 كتاب و700 سنة الآن هو حلي. شو نصه؟ الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الشباب كان يقول مرحبا بصغار قوم يوشك أن يكونوا كبار آخرين. علامة الحلي في اليوم مثل واحد منكم كبار، إلا غير ذلك من العلماء والمؤلفين، لازم تقوون أقلامكم. أما إنسان يعتمد على الرجاء والأمنية، في حديث عن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة أظن صلوات الله عليه يقول الأماني شعار النوكة، الأماني بضائع النوكة، نوكة جمع أنوة، مثل حمقى جمع أحمق، لفظا ومعنى. يعني أمنية هذه بضاعة الإنسان الأحمق، أنت لغداك أو لعشاب أو لملابسك أو لمسكنك أو لكتابك تتمنى أو تعمل، تعمل شو هذا؟ الأماني جمع أمنية، مثل أغاني جمع أغنية، الأماني بضائع النوكة، لم بضائع. يعني الإنسان الأحمق يتمنى فقط. في القرآن الحكيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ونحن ما عندنا هالشكل الكتب ولا نعرف، ومو في صدد أيضا. يجب أن نكون في صدد جدا، لعلكم أيضا في صدد، لكن في صدد شيء، والحث في السير شيء آخر. الإنسان يسير
كلمة في نهج البلاغة لإمام أمير المؤمنين يقول ساع سريعا نجا وطالب بقيء حوى. يعني إذا كنت ولو طالب لكنك بقيء تهوى، وإنما تنجح إذا كنت ساعيا سريعا. ساعا سريعا نجا والطالب البقيء هوى. في الحقيقة مدرسة جابر إذا أراد أن تخدم العالم الإسلامي خدمة صادقة في الظهر 5 سنوات بعد 10 سنوات من جابر موجودين أو خرجوا من جابر، أقل تقدير لازم يعلفون 1000 كتب، أقل تقدير، يعني كل واحد منهم نصيب 10 كتب أو 8 كتب. هذا مش فرد واحد، أظن اسمه مصطفى السباعي، كنت أقرأ في أحواله، والأخ سيد حسن الله يرحمه كان شايف هذا الرجل بالذات، هو مصري. هذا الرجل مؤلف 300 كتاب ومطبوع كتبه، وأنا كنت أقرأ كتبه في كربلاء وهو كان حي. الأخ سيد حسن يقول رحت شفت هذا في مصر، هذا بالليل كلش ما ينام، من أول الليل للصباح شتاء صيفا يألف الليالي طويلة. الله يرحم سيد حسن يقول أنه كان شايف عن قريب، يعني مجلس كتابته، يقول يخلي فرد دلة قهوة أنا صغير في أيام الشتاء كان شايف، وفرد قورية شاي خفيف يمه، ومن أول الليل يقعد كل ما يتنعس يشرب شوية قهوة، كل ما يتنعس يشرب استكانة صغيرة شاي إلى الصباح، يصلي الصبح بعد ذلك ينام. فرد الثاني من الساعة 4 ساعات ينام ويقوم إلى شغل. دكتور مصطفى السباعي اسمه، مو سوري مصري هذا غير. وهذا في نفس الوقت قرأت أنا في مجلة في الكويت هذا الشيء الثاني، يقول هو عضو في 30 مؤسسة ويذكر أسامي المؤسسات، مؤسسة كذا عضو، مؤسسة كذا عضو، مؤسسة كذا عضو. هذا ما شاء الله 300 كتابا. أنا وقت اللي كنت في كربلاء أخرجت في قوائم كتب 300 كتاب، وكنت أقرأ كتب، كتب جميلة ما أيضا عندي 400 صفحة 500 صفحة 300 صفحة الكتب اللي أنا كنت أقرأها في مختلف المواضيع. فزي يجيبون هلا إخوة يوم القيامة ويجيبون دكتور مصطفى الصباح يقول له أنتم مثلك، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أنتم ايش يقول هو مش الشيء الأول تنظيم ما لا يقل من 20 مليون، الشيء الثاني توعية ما لا يقل 1000 مليون كتاب، بس منهم يقولون إذا إحنا ألفنا من يطبع، بس أنت تسوي يطبع، لازم أنت تكتب وغيرك يطبع، لا أنت تسوي، كل إنسان لازم يسعى، ومن كان أسعى كان بالمجد أجدر، أكثر سعيا هذا أجدر بالمجد. في القرآن الحكيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني لازم تكدح، الكدح أشد العمل، هذا يسمى بالكدح. شايفين عمال يتصببون عرق، يجيبون جوز طين كل شيء شمس، هذا يسمى كادح. أما إحنا الطلبة مو كادحين، إحنا مكان مرفه ودراسة على كيفنا، أكلام يحصل في الظهر إما خبز الجبن وإما خبز مي لحم وإما تمة، هذا ليس مكادح. كادح معناه أنه يتعب نفسه ليل نهار. فاطمة الزهراء تصف عليا عليه الصلاة والسلام يقول مكدودا في ذات الله، مكدود يعني كل كد، يقولون كدي كاد يعني يتعب نفسه كثيرا بقدر طاقته ما أنه يمرض. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث، هؤلاء الشباب الإخوة الموجودين هنا وهم شيوخ في المستقبل، لازم جماعة منهم يربطون الحركات الإسلامية بعضها ببعض، ربط النشاطات، ربط المكتبات، ربط المؤلفين حتى يكون تيار واحد. فرد 2-3 منهم يروحون سويسرا، أبو حركة إسلامية هنا مثلا، يروحون نرويج، يروحون دنمارك، يروحون لندن، يروحون مانشستر، يشوفون الحركات يربطوهم بعضهم ببعض
لماذا نحن متأخرون؟ تعالوا نصير فريق تيار واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. يربطون، شوفوا هذول شوي يربطون أصدقائهم. لكن سمعتوا في الإذاعات 21 دولة عربية اجتمعت في بغداد لأن تبارك صدام في قتله شعب العراق وشعب إيران. حقيقة شوفوا همتهم، فقط اللي ما حضر ليبيا وسوريا، هذول عندي اعتبارات بينهما، مو أنه لأجل الشعب العراقي أو الشعب الإيراني. أكو في المثل قوي نفسك حتى أحترمك، شو واضح؟ قويت نفسك تحترم، ما قويت نفسك كلما كان ضعيف سحقته الأقوياء. وبعد كل 21 دولة من الدول العربية التي تسمى بإسلامية اجتمعت في بغداد تبارك لصدام قتله للناس وتشريده للناس، فهم يجتمعون على باطلهم ونحن متفرقون عن حقنا. نحن الشعوب الإسلامية أقصد، أو الشعب الإسلامي الواحد المنتشر. الشيء الثالث، يجب أن نكون نجمع كل الطاقات، كل الحركات على اختلافهم، على ابتعاد بعضهم عن بعض، على محاربة بعضهم لبعض، نجمعهم شباب. على قول الشبيبي، شعارة الشبيبي، كان في الرجل فرد مدة وزير وفرد مدة نائب في المجلس في بغداد. أنا شفته عن قريب وقعدت وياه وتكلمت وياه، عند الديوان، ديوان جميل عنده. فرد مدة كان رئيس المجمع العلمي العراقي في أيام الملكيين اللي كانت شبه ديمقراطية كانت في العراق. من جملة أشعاره يقول: يا شباب اليوم أشياخ الغد، أنتم متعتم بالسؤدد، لكن إذا تفهمون قدر أنفسكم، إذا ما تفهمون في المستقبل فرد بضال، فرد عفار، فرد إشكافي يعني كفاش، إذا ما تعرفون قدر أنفسكم. فرد طلق الضعيف، فرد السيوطي يأخذ، قال محمد هو ابن مالك، يا أحمد رب الله خير مالك، فرد منبر هم يعزمون في فرد ديح من دهات إصفهان أو بياد أو كاشان، فرد 10 أيام هم يقرأ لهم وبعدين هم يصافحوا 3000 تومان جزاكم الله خيرا. الإنسان لازم لا يصب نفسه على هذه العقلية. الإنسان الذي صب نفسه على هذه العقلية يصير العراقي. لأن في العراق صبرنا أنفسنا على هذه العقلية. جمال الدين الأسدابادي المشهور أو الأفغان المشهور، هذا لما أخرج عن مصر، قال هذا أخرج عن إيران، أخرج عن مصر، أخرج عن فرنسا، أخرج من عدة أماكن. هذا لما أخرج عن مصر، جماعة من مقلديه مريديه إجوا قدموا له فريق كيس ذهب وهو في القطار ترحيله عن مصر تسفيرا وتبعيدا ونفيا. قال له خانشل، قال له أنت كل شيء عندك، إحنا ندري وانت قل غدا أي فلوس. قال حقيقة أنا في مثل الأسد، أينما ذهب الأسد يحصل فريسته، هذه الفلوس خلوه لكم. شوف الهمة، فرق قد نربط الحركات بعضها لبعض. شنو التفرق في العالم الإسلامي؟ كل واحد يحارب الآخر، كل واحد يمشي بوحده، كل واحد يعمل منفرد. الإسلام يجمع الناس ويفرق الناس، نربط هالحركات حتى تصير تيار واحد. التيار الواحد صدق أن الحكومات تتساقط مثل تساقط ورق الخريف إذا صار تيار واحد، إذا صار عمل واحد على اختلافنا. ولادي مش سني يصير شيعي أبدا، ولا الشيعي يصير سني، ولا هذا ما يخلي فرضة، ولا ذاك يخلي فرضة، ولا هذا يصلي مسبل، ولا ذاك يصلي مكتف أبدا. هو الشيعي من ألفه إلى يائه، وذاك سني من ألفه إلى يائه. أما أمام العدو المشترك يكون واحد، لأنه يحارب بعضهم بعضا، ولا أنهم يتبع بعضهم بعضا. هسه في بريطانيا ماكو كاثوليك وبروتستان، وبين كاثوليك وبروتستان أبعد مما بين السنة والشيعة. ما هذا رجع يعيشون عيش السلام وانتخابات حرة وكل شيء، وهذا يروح لكنيسة وهذا يروح لكنيسة، وهذا على مبدأ وهذا على مبدأ، لكن أمام غير البريطانيين هم واحد واحد. يأتي إلى نفس الحركات الشيعية بينهم، على شنو يختلفون؟
نفس الحركات السنية بينها، على شنو يختلف؟ هذا الرجل زعيم الهندي الغاندي المشهور، اقرأوا تاريخه وحياته، كان جدير بقراءة تاريخه. هذول في الحقيقة عبرة، مسلمين كانوا كفار، مو مهم هذا الشيء، تمكنوا إنقاذ. الآن في الهند أكو ما يقارب 900 مليون بشر، في كل سنة في الهند يولد 17 مليون، يعني كل سنة بمقدار عراق يضاف على الهند بالشعب الهندي. هذول تمكنوا أن ينقذوا بلادهم على تفرقها وسعتها وتشتتها الغريب من يد البريطانيين اللي كانوا متعشعشين في الهند 300 سنة استعمار. قرأت في أحد المجلات، مجلة أمريكية تسمى بريدل دايجست، هاي المجلة 36 مليون كل شهر يطلع منها، ويقرأه 100 مليون إنسان كما في مقدمته كان، ويطلع تقريبا 30 لغة. هناك أنا قرأت هذا القطعة، قصة غامضة. يقول في قطعة، يقول في الهند كان 150 دين، ممن يعبد البقر، ممن يعبد الصنم، ممن يعبد الفرج، ممن يعبد الماء، ممن يعبد العقرب، ممن يعبد الله، ممن يعبد الشمس، ممن يعبد القمر، حتى عباد عورة عندهم كلهم، يعني إله الحق. 150 دين هالشكل هذا شيء، وكان 700 لغة، إلى الآن موجودات شو أشياء، 700 لغة. هذا الشيء الثاني، وكان 3000 قومية، يعني في إيران أكو قومية عربية خوزستان، قومية تركية أذربيجان، قومية فارسية الأماكن، قومية تركمانية، قومية كردية، 5 لغات، 5 قوميات، أو في العراق 4 قوميات، في الهند 3000 قومية. مع ذلك هؤلاء العقلاء تمكنوا أن يجمعوا كل هؤلاء، يوحدوهم في تيار، وينقذوا بلادهم من يد البريطانيين، والآن هم صارت بلادهم. بس إذا نحن قلنا 1000 مليون مسلم لازم ينقذ، غير ذا صنع هذا السنة، إذا مسلم لنقتدي به، إذا كافر فأسوأ حالنا، نحن مسلمين من يتمكن، هو كافر وتمكن. وقت اللي هم اتحدوا ضد البريطانيين، المسلم ما كان يقول لعباد البقر تعالوا اعبدوا الله، وعابد البقر ما كان يقول للمسلم تعالوا اعبدوا البقر، لا، هذا يعبد البقر وهذا يعبد الله وهذا يعبد الشمس وهذا يعبد كذا، وكلهم تيار واحد. نحن المسلمين ما عندنا هالقدر شيء، وانتهى الان عندنا مذهبان شيعه وسني، ما عندنا 3000 قوميه، ما عندنا 700 لغه، لكن نحن ما عندنا همه في الحياه، همه ما عندنا. الناس الذين لا همه لهم لا يتقدمون. هذا الشيء الثاني، تنظيم 20 مليون، توعية 1000 مليون كتاب، ربط النشاطات والحركات بعضها ببعض، وكل تكون تيار واحد، التاجر والكاسب والعالم والخطيب ولازم الطلبة كلهم لازم يكونوا، هذا البلاد للكل، ويرجعوا قائد الاستقلال للكل. نكون صادق في بلادنا أحسن، ونختل في بلادنا أو نخرج من بلادنا أو نسجن في بلادنا أو نهان في بلادنا أو نطارد في بلادنا، الفائدة تعود للكل، تعود فقط للتاجر أو الكاسب أو العالم أو الخطيب أو المرجع للتقليد أو المثقف أو المحامي أو المهندس أو الطبيب، الكل. الأمة إذا ارتفعت الكل يرتفع، إذا انخفضت الكل ينخفض. هذا شيء ثالث. شيئان يؤيدان هذه الثلاثة، صير المجموعة 5. الشيء الأول، الاتصاف بأكبر قدر من الأخلاق، الحلم، العلم، التواضع، الصبر، الحزم، اللين، بأكبر قدر. النبي الأعظم يقول كلما نزل جبرائيل أمرني بمداراة الناس، أمرني الله بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. لماذا هذا الشيء؟ شعر يقول ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم.
مو في الرهن، أي مكان اللي كنت يجب أن تداري. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي كان يعمل هذا الشيء مو مع المسلمين الصادقين وأبو ذر وسلمان، كان يعمل المدارات حتى مع المنافقين وحتى مع الكفار، وكان يعمل أكبر قدر من المدارات. والنبي ما كان يتمكن يصير الشمس الشكل، فالتيار من النور النبي أحدثه في العالم في زمانه وأخذ ينتشر في العالم، يجيب الكفار إلى الإسلام، احنا نريد نجيب المسلمين للإسلام. لأن النبي كان كبير العقل، يفهم ماذا يصنع، كان يعمل هذا الشيء مع أعدائه ومع أصدقائه، مع المنافقين ومع الكفر. فرد واحد من المنافقين له سورة في القرآن الحكيم، سورة المنافقين، نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه، وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وكان يؤذي النبي كل أذية زائد. في الحقيقة إذا فرد واحد غير النبي وغير من يسلك سبيل النبي كان 100 مرة ضرب عنقه مع قدرة النبي، هو رئيس حكومة، لكن النبي كان يداري إلى أي حد يداري. النبي يجب أن تعلموا وتعلمون كان رئيس الدولة على خريطتنا اليوم، الحجاز، اليمن الجنوبي، اليمن الشمالي، البحرين، الكويت، قسم من الخليج، هذا كله دخل تحت لواء رسول الله. المملكة الشاسعة الواسعة اللي على 6 دواهية، يعني كان النبي قدير إلى أبعد الحدود من القدرة، لكن مع ذلك كان يداري حتى هذا المنافق. وله قصص، أنقل لكم قصة واحدة من قصصه مذكور في التواريخ. يجب علينا أن نتعلم من رسول الله هذه الأمور، كيف تمكن أن يتقدم، مو اعتمادا في السيوطي قرأنا وانتهى، أو شغل تبصنا قرأنا وانتهى. في التاريخ أكوى النبي كان يروح مع جماعة من أصحابه إلى زيارة رجل، يمشي النبي في الطريق في المدينة المنورة، في الطريق أثناء الطريق شاف جماعة قاعدين في ساحة يحكون بينهم حكي قاعدين، النبي احتراما لهم جلس عندهم، هاي احترام، يعني مو أنه ما دار لهم بال، جلس عندهم فرد 10 دقائق 5 دقائق حتى يحترمهم بهذا الشيء، ثم يقوم يروح إلى ذاك المكان. هذول جماعة قاعدين، واحد من هؤلاء القاعدين هذا عبد الله بن عمر. في التاريخ أكو قال النبي كلاما، النبي هسه ضيف عنده وهو مسلم، الله لا يتقبل. كان هذا الرجل كلامه ما أدري شنو الكلام اللي قال للنبي، مؤثر في نفسية النبي، بحيث لما ورد ذلك المجلس الناس شافوا لون النبي منخفض أصلا، وشفاه النبي صاير أبيض، شايفين فرد واحد لونه ينخطف شلون؟ حتى تعجبوا النبي شنو أصابه؟ مريض يشي. فرد واحد سأل من فرد واحد من أصحاب النبي، سأل النبي لونه منخفض، يعني شوف شلون الكلمة مؤثرة، حتى النبي الحليم الصبور الوقر هالشكل صاير لونه. فرد واحد من أصحاب النبي سأل من فرد واحد من هذولاك أصحاب البيت، سأل من هذول أصحاب النبي اللي ويا النبي، قال شلون النبي مريض؟ أصابه شيء؟ قال له في الطريق عبد الله بن أبي قال للنبي فرد كلام أشكر سيئ، فانخفض لونه. والله يقول بالنسبة هذا عبد الله بن أبي، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يا الله يقول ولو يقول إنك لرسول الله وكاذب. بعدين يقول اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، بعدين يقول هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون. يعني فرد رجل سيء الأدب إلى هالحد، لعله إحنا في حياتنا ما شايفين هالشكل، إنسان سيء الأدب يواجه الإنسان بهذا اللون. عن ذلك النبي كان يداري أي مدارات. جاء ولده، ولد هذا الرجل عبد الله بن عدي، ولد طيب عنده، إلى النبي قال يا رسول الله لو أردت أن تقتله فأمرني أنا أقتله. قال لا، في قصة أخرى مو فيها القصة. لما مات جاء ولده إلى رسول الله قال يا رسول الله مات أبي. النبي قام مع جماعته، حضروا جنازته،
النبي أخذ عباءته وأعطاه يكفنونه به وصلى عليك والدفن. شو معنى المداراة؟ يعني هل المداراة نفسها؟ هل عقلية إذا هل يوم توجد نفس الإسلام نفس الإسلام ما هو؟ لكن مع الأسف العقلية مو موجودة عندنا. عنده النبي كان يعمل حتى مع المنافقين هالمداراة. ولهذا كل الناس شافوا أي دين هذا، أي مذهب هذا، أي طريقة هذه، أي حكومة هذه، كل الناس الموت عقلية الإسلام. الآن هل هالعقلية توجد عند المسلمين؟ شوف يتقدمون ومين. أما عقليات الأنانيات والكبريائيات والبذاء والسباب والشتائم والقطيعة والمهاترة والهمز واللامز والطاعة، هذا عقلية التأخر. اللي يحكم تأخرين ما عقلية التقدم. تفتح الإذاعات الإسلامية كلها تسب، مثل إذاعة الحمالين. مو بس الحمالين الشرفاء، لأن عندنا حمالين هم شرفاء أيضا، بس إنما الحمالين إحنا شفناهم في بعض البلاد. كل الشباب إذا عقلنا كل الشباب. أما في إذاعة الغربية على أنهم مستعمرون، أبدا الشباب بتوعد بهدوء بتعقل، حتى يجيب اسم عدوة يجيب الاحترام. أما إحنا على طول الخط الشباب اللي يتسمون. وكل إذا عطلش إذا عدل العالم الإسلامي ولو أن بعضها أسوأ من بعض، هذا ما المنافق. نأتي إلى كافر حبار فرد رجل شلايتي على اصطلاحنا، كافر شلايتي اسمه حبار. هذا الرجل الكافر الشلايتي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة، كانت فرد مرأة وقرة شريفة وخطفة من الزهراء معنا الأب رسول الله والأم خديجة، واضح شنو زينب. وكانت تشبه رسول الله خلقا منطقا، كلش فتاة محترمة أخلاق طيبة. هذه كانت حامل حفيد رسول الله، راكبة على هودج على جمل يجي إلى المدينة، تجي إلى المدينة. هذا الهبار عليه ما عليه شلايتي اجى وضرب هودج زينب بالرمح حتى سقط الهودج وسقطت زينب واسقطت جنينها وبقيت مريضه حتى ماتت. هل هي الشريفه؟ يعني مو فرد مرأة من النساء. لما عرف النبي ذلك هو اغاظه وقال اقتلوا هبارا ولو كان متعلقا باستار الكعبه. أحضر دمه حقها لأن قتل اثنين وبلا مبرر، لأن زينب مو رجل حتى تحارب. ما رأى شريفة قاعدة وتروح على دربها أيوة رسل، يعني فرد جرم مضاعف. النبي فتح مكة بعد هالقصة. هبار شرف من أهل مكة هو إلى جبال مكة خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عفى أهل مكة، شي معروف كلكم شباب. جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله إنك عفوت عن الكل فاعف عن هبار. النبي شوي دنك نكس براسه ثم رفع راسه قرقت عقبه كل مكان اللي يجيك ايش يا خلاص اجي إلى بعض رسول الله. هل عقلية موجودة عندنا؟ هل عقلية قدمت الإسلام؟ بس من الناس يذكرون هذه القصة في عفو رسول الله. لا، هذا اشتباه. يجب أن تذكر هذه القصة في عقل رسول الله. أي بلد يسمعون الرسول يقولون زين إذا إحنا أصدقاء صرنا وأصدقاء، حتى إذا إحنا منافقين وأعداء هالشكل يشتغل ويانا، فنحن نؤمن به. فإذا آمنوا برسول الله سيل ناس الكفار كانوا أسلموها وسلموا بلادهم على يد رسول الله، مع أنهم مسلمين الآن موجودين. هذه العقلية يجب أن تحكم فينا وتتحكم علينا ونتحلى بها.
إذا تعلينا بهذه العقلية صدقوا لتمكن نقدم الإسلام. ما تمكننا خال صياح نياح سباب كل شيء بيك. أنا شفت ميتي على 100 سنة شفت ميتي على شو على 100 سنة الإسلام في انتكاس بسبب أخلاقنا نحن المسلمين على 200 سنة الإسلام في انتكاس. من قبل 200 سنة الاتحاد السوفيتي ذاك اليوم روسيا القيصرية أخذت قسم من بلاد إيران، إيروانو، باتكوبا وقفقاز وقبة ولنكران ونخيوان، هذول كلها إسلامية على بيد الاتحاد السوفيتي. جمال الدين الأسدابادي عنده كلمة جميلة يقول الإسلام محجوب بالمسلمين، يعني إسلام شمس لكن المسلمين جايبين الاحفار ضامنين هالشمس حتى الناس يشوفوها، لان الناس يشوفون اخلاق المسلمين السيئه، غش وخداع وخيانه وقتل وسفك دماء وسجون ممتلئه وسبابه، يشوفون الاعمال. الاعمال مو عمل الناس ينضمون تحتها وتحت الالويتها في كل البلاد الاسلاميه. الناس جايين حتى يقتلون، حتى يهتكون، حتى يسبون، حتى يسجنون، حتى يصادر حرياتهم. لا نحن يجب علينا أن نحكم هذه العقلية فينا. إذا تمكننا أن نحكم هذه العقلية فينا صدقوا أن 20 مليون منظم في ظرف 5 سنوات مثلك، صدقوا 1000 مليون كتاب في ظرف 5 سنوات مثلك، صدقوا أن ربط الحركات بعضها ببعض في 5 سنوات مثلك. وإذا ما تحكمنا على قول الله تعالى يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة منك. القصة مشهورة يقولون فرد واحد مجدد جدري وجهه مو وجه جميل وعيونه صغار حمال فحر وسخ من راسه إلى رجله، شاف البنية حلوة أخذ يعقبها. البنية راحت للحوش قالت إلي الحمال شنو تريد؟ قال أريدك. راحت للحوش والحمال وقف قابل الحوش. راحت البنية جابت فرد مراية قال شوف هالشيء شوف، قال زين بس تريد ايش كثر في التليفون؟ قال ما عندي فلوس انا جوعان ما عندي شيء حمال انا لا. قال باي مناسبة تريد تخطب؟ وجهك الجميل، عملك الرفيع، وساختك من راسك الى رجلك، الفلوس اللي ما عندك، باي مناسبة تريد تخطب؟ بس الناس الا يقولون نفس الحاشية، هذا اما مثال واما حقيقة. يقولون أي مناسبة إحنا نجي تحت لواء الإسلام ننضوي؟ أخلاقكم الجميلة، معاملاتكم الطيبة، سجونكم الممتلئة، مقابركم الموسعة، سبابكم، اختلافكم، تفرقكم، أي مناسبة نجي؟ أما النبي كان يتمكن يقول أي مناسبة تعال، تعالوا أجمل الأخلاق، تعالوا أحسن المعاشرة، تعالوا شكورا في كل شيء، حتى معكم أنتم اللي اليوم دخلتوا في الإسلام، المال لكم كلكم، ضرائب مو موجودة بس خمس وزكاة وجزء وخراج. النبي كان يتمكن يقول أي مناسبة تعالوا، وما نحن نقول للناس أي مناسبة تعالوا. فإذا نحن تمكننا من الضغط على أعصابنا وتخلقنا بأخلاق الأنبياء ومن جملتهم رسول الإسلام وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتمكن هذه الأخلاق تجمع الناس في قدر. هذا الشيء الرابع. الشيء الخامس وهذا أيضا صعب، كلها صعب في الحقيقة، لكن الإنسان الرفيع النفس يتحمل الصعاب في سبيل الهدف. على قول المتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يعني هذا الوش سيد لأنه جواد، جواد معناه أنه هو أكثر كل فلوس عادة صار فقير. أنت تصير هم سيد هم مثل شيء ميس، أنت تريد أن تكون الجبار والناس يعظموك بأنك شجاع هذا ميس، والإقدام قتال في الحرب. يعني والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول آلة الرئاسة سعة الصدر، صدرك لازم واسع. الأمر الخامس
والاستغناء عن كل البضايع التي لا تصنع في البلاد الإسلامية. الاكتفاء بالذاتي. مو لازم ساعة سويسرية ألبس. مو لازم عمامة إيطالية أشتري. من كرباس مليز أشتري. ساعة مو لازم أصلا. إذا ساعة تصنع في البلاد الإسلامية باكستان أفغان إيران مصر سوريا ما يخالف أشتري. مو لازم. ثلاجة من الخارج مو لازم. هل ثلاجة أسوأ؟ خلي يكون أسوأ. استغنى عمن شئت تكون نظيرة. نحتاج إلى من شيء تكون أسيرة. هذا هو. الآن نحن أسراء الغرب والشر، لأن كل شيء لنا من الغرب والشر. كل شيء لنا من الغرب والشر. حتى بيضنا من الغرب والشر، ولحمنا من الغرب والشر، حنطة من الغرب والشر، تمة من الغرب والشر. أول ظاهر من الشيء تمة مع ابن الخطاب. قلت لحاجة صديقنا 22 شمت لي تمة. وراحوا أجي. قال أكو شكلين تمة لك. أجنبي 35 توما، ثمن إيراني 80 توما، ثمن 80 توما، ثمن أجنبي 35 توما، لحم الخارجي 40 توما، لحمنا 140 توما. يعني مو محتاج إلى الغرب والشرق، حتى بيضنا محتاج إلى الغرب، البيض من أين يأتي؟ من الغرب والشرق. احتج إلى من شئت تكن أسيرة. كلام الإمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فالضروري أن نستغني عن الغرب والشرق. وهالتيار الإسلامي مال 20 مليون كلها تستغني عن الغرب والشرق. ذاك اليوم تشوف الغرب والشرق يروحون من بلادنا إلى غير رجعة. ونكون دولة إسلامية واحدة ونسقط الحدود الموجودة. وهؤلاء الحكام الموجودين الآن لا نقتلهم ولا نسجنهم ولا ننهب أموالهم. يصيرون أفراد من الرعية. الناس رادوا ينتخبوهم ما رادوهم في أمان الله. النبي ما قتل الحكام ولا سجنهم ولا عذبهم ولا صدر أموالهم أبدا. قالتوا من الرعية هذه. الناس إذا أرادوكم خلوا يكونوا. كانت القبائل إذا جاءت وأسلمت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذول كانوا سفاك جماعة شراب خمر زنائين قتالين كل فساد كان فيهم. مع ذلك النبي يقول للقبيلة من تنتخبون حاكما لكم؟ يقولون نفس الرئيس. يقولون حاكم جديد انتخبوا واحد حاكم جديد منكم خلقوه حاكم يا أمان. يعني مو لازم احنا الحكام اللي استولنا عليهم نقتلهم نسجنهم نفتح لهم فرق حساب طويل غريب على انه ماذا صنعت واين كنت وكذا. ابدا نعمل كما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار اللي اسوأ كانوا من هؤلاء وكان كل سيئة عنده كانوا بؤرة السيئات. بخطوة الصديقة الزهراء تعرف هؤلاء ببؤرة السيئات. كنتم تشربون الطرق وتختاتون القد أو الورق أذلة الخاسئين تخافون أن تتخففكم الناس من حولكم. هذا الخطة أيضا احفظوها جدا جميلة حتى أنا مو من بغي لكن تحفظها. ففي الحقيقة أنه إذا صنعنا هذه الأمور الخمسة تنظيم 20 مليون توعية 1000 مليون كتاب توعوي ربط الحركات بعضها ببعض والنشاطات بعضها ببعض بأخلاق كفي طريق أخلاق رسول الله. والشيء الخامس الاستغناء عن الغرب والشرق. صدق في 5 سنوات تعاد الدولة الإسلامية. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول فلما عرف الله منا الصدق أنزل علينا النصر. النصر أنزل الصدق. لأن النصر من الله يحتاج إلى الصدق في العمل في القول في الاعتصام رسول الله. في نهج البلاغة الإمام أمير المؤمنين يقول إن شاء الله احفظوا القرآن احفظوا نهج البلاغة احفظوا الصحيفة السجادية. إذن كلش مهمات في الحقيقة. وهذا النور انطفئ بيننا حتى صنع هكذا. الإمام أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة فليتأسى أمر باللام متأسم يعني ما يريد التأسم فليتأسى فأسى يعني يقتدي فليتأسى متأسم بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلك كما هلك على هلك. بلاد متأخرة متحاردة متنافرة جاهلة. الغرب والشرق مسيطرين علينا حتى اليهود 3 ملايين الذين ضربت عليهم من سوء أفعال لا أكثر ولا
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.